في تطور خطير للأحداث، بايدن يسمح لكييف باستخدام العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، وبوتين يقر العقيدة النووية الروسية المحدثة. فما كان هاجساً بشأن استخدام روسيا لسلاحها النووي أو مجرد توعد وتهديد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بات اليوم أمام متغيرات خطيرة تنذر بمرحلة تصعيدية ليس في أوروبا فقط بل في العالم أجمع، في ظل تشابك الجبهات والتحالفات العالمية. فماذا يعني أن يغير بوتين العقيدة النووية وكيف سيتم استخدامها؟ العقيدة النووية الروسية المعروفة باسم أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي تنص على أن الأسلحة النووية وسيلة للردع تمكن موسكو من استخدام ترسانتها النووية رداً على استهداف أراضيها أو أراضي حلفائها، سواء بأسلحة نووية أو بأسلحة دمار شامل. إلا أن العقيدة الجديدة تضمنت أن روسيا قد تلجأ لتوجيه ضربة نووية إذا ما تعرضت هي أو حليفتها روسيا البيضاء لعدوان باستخدام أسلحة تقليدية أو صواريخ باليستية. وتشمل التحديثات اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا من دولة غير نووية مدعومة من دولة نووية هجوماً مشتركاً، إضافة لاعتبار أي هجوم جوي واسع النطاق بطائرات وصواريخ موجهة وطائرات مسيرة أمراً يستدعي رداً نووياً، وأخيراً اعتبار أي عدوان تشنه دولة منضوية داخل تكتل أو اتحاد ضد روسيا الاتحادية أو حلفائها يعتبر عدواناً من جانب التحالف بأسره. الكريملين أشار إلى أن العقيدة المحدثة التي أقرها بوتين صانع القرار الرئيسي في روسيا بشأن استخدام الترسانة النووية هو توضيح لا يقبل الشك بأن الرد على أي استهداف لروسيا أمر حتمي. فالتعديل حدد التهديدات التي قد تدفع موسكو لاستخدام أسلحتها النووية. التعديل جاء بعد أقل من 48 ساعة على سماح الإدارة الأمريكية لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، بينها صواريخ أتاكامز، لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية، وهو ما وصفته تقارير غربية بأنه قرار مدفوع بالضغط الأوكراني المتواصل على واشنطن للحصول على ضوء أخضر لاستخدام صواريخ أتاكامز، وقد يكون مدفوعاً بمخاوف كييف من انتهاء الدعم الأمريكي عند وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض الذي أكد مساعيه لإنهاء سريع للحرب في أوكرانيا. العالم اليوم يعيش وضعاً مربكاً مع تصاعد التوترات في الوقت الذي تسيطر فيه روسيا وأمريكا على 88% من الرؤوس النووية في العالم. فهل ستشهد الفترة المقبلة استخداماً حقيقياً لهذا السلاح المدمر؟